السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم على فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله راح نتواجدوا بدوار ولاد الزعيم. غادي نحضروا الصداقه الموسميه اللي كيديروها هنايا في الدوار ديال ولاد الزعيم. الله يتقبل من الجميع خوتي. بهذا غادي نخليكم مسلمين عليكم، راه مسلمين عليكم الاطفال ديال دوار ولاد الزعيم. خليكم مع البقيه ديال الفيديو خوتي وفرجه ممتعه. الهندية شكرا. واش باقي فيها ولا؟ الصدقة ديال ولاد الزعيم، هذه هي الصدقة ديال ولاد الزعيم. ها هي. السلام عليكم. السلام. الصحة والراحة. أنا صورت لكم القصعة. طمي عبد الله، جينا شويه روح ترى معاك. تفضل. هو السلام عليكم. هو المدير. هي راه فيديو، راه مارش. صحيح. راه فيديو. تستاهل. كان فينا غير فايتين. مرحبا. الله يحفظك. تقبل الله يخليك. تقبل ولا مازال؟ مازال. لا دير ريحو غير. لا دخلوا راه ماشي فين يخرج. روح الصحافة. روح الصحافة. دخلوا. روح دخلوا الدخل. روح. عبد الله. انا نزور بالقصة. هاي راه مارش. يا. لا تقبل. امين يا رب العالمين. هذا دخلوا هاد الناس. واش باقي؟ يلا روح. الظلمة عمي عبد الله. الله يخلف. ياك. راه فطر فيه. امينون. راه منين هيك. سير شكرا. الاجداد الاوائل. دخل. يعني جعلوا هذا صدقة كانت صدقة في البداية والآن أصبحت موسما. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اعفو عنهم وعافيهم، اللهم اكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبراد. جماعة ديالنا الأوائل وعلى رأسهم الإمام اللي كان معنا وجميع الإخوان اللي افتقدناهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وحاضرنا وذكرنا وأنثانا. من أحيته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفته منا فتوفه على الإسلام. صلى عز وجل جميع الإخوان اللي شاركوا في هذا الصدقة وفي هذه الخروبات.
من مال ومن كلمة ومن جميع ما تقدموا به. اللهم يا رب تقبل منهم. آمين. اللهم تقبل منهم. آمين. اللهم تقبل منهم هذه القربات. آمين. اللهم اخلف لهم بالعشرات. آمين. اللهم ثقل لهم بها الموازين. آمين. اللهم اجعل هذه الصدقة جالبة لكل خير. آمين. ودافعة لكل شر. آمين. جماعة نسأل الله عز وجل، اللهم يا رب اجمع شملنا وشملهم. آمين. اللهم اجعلهم إخوانا وعلى الدين عوانا، إخوانا على سرر متقابلين. اللهم بارك في هذه الجميع جماعة. اللهم بارك في هذه الجماعة. آمين. وفي جميع الإخوان المسلمين. آمين. في بقاع الأرض من مشارق الأرض ومغاربها. آمين. اللهم اجعلنا وإياهم متعاونين على الدين. آمين. متعاونين على طاعتك يا الجلال والإكرام. آمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. وأصلح لنا آخرة التي لها معادنا. آمين. حضور جميعا يا ربي، اللهم بارك في الجميع. آمين. اللهم نور الجميع. آمين. كل من أكل لقمة من هذه الصدقة اللهم اجعلها شفاء وغذاء يا ذا الجلال والإكرام. آمين. كل من حضر معنا اللهم يا رب أعلي درجاته في الجنة. آمين. اللهم تقبل من الجميع. آمين. اللهم قوي الحسنات وامحي السيئات. آمين. اللهم ارفع لنا الدرجات جميعا. آمين. وفقنا لما تحب وترضى. آمين. وجعل خير عملنا خواتمها. آمين. وخير أيامنا وأسعدها ولقائك يا ذا الجلال والإكرام. الإمام نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياه على هذه الشعيرة. آمين. اللهم بارك يا ربي فيه. آمين. وبارك في عملي. آمين. بارك في والديه. آمين. بارك في جماعتي. آمين. اللهم بارك في جماعتي. آمين. اللهم يا ربي رضه على جماعتي. آمين. ورضهم عليه. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. طلبا لهم يعني يقرأوا ويحفظوا القرآن الكريم ولهم في العلوم الشرعية جميعا. اللهم يا ربي افتح بصائرهم. آمين. نور سرائرهم. آمين. وأبناءنا كذلك وأبناء المسلمين جميعا. آمين. اللهم اجعل البركة في الجميع. آمين. إنك على كل شيء قدير يا الجلال والإكرام. اللهم أمننا في أوطانك. آمين. هذا المؤمن اللي تطوع ونور بيت الله بهذا الفراش، اللهم يا ربي فرش له القصور في الجنة. آمين. اللهم فرش له القصور في الجنة. آمين. اللهم أثيبه. آمين. اللهم بارك في عمله. آمين. وبارك في حركته وسكناته. آمين. وبارك في ذريته جميع. آمين. الإخوان اللي شاركوا في المسجد. آمين. من قليل وكثير اللهم بارك في الجميع. آمين. اللهم جازيهم بأحسن الجزاء. آمين. اللهم نورهم بنورك. آمين. اللهم استرهم بسترك. آمين. واحفظهم بحفظك. آمين. جميع من شارك في هذا المسجد وسواء في هذه الصدقة اللهم يا ربي تقبل من الجميع. آمين. وأغثنا يا ربي ولا تجنا من القانطين. آمين. اللهم أزيدنا من خيراتك وبركاتك. آمين. اللهم انزل علينا ماء طهورا تحيي به البلاد. آمين. وتسقي به العباد. آمين. يا نعم المولى يا نعم النصير. آمين. أمنا في أوطاننا. آمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. آمين. اللهم انصر سلطاننا. آمين. وهدن أوطاننا. آمين. ورخص سعارنا. آمين. افتن بالصالحات أعمالنا. آمين. وبالسعة آجلنا. آمين. وتوفنا وأنت راض عنا. آمين. ولي أمورنا خيرنا. آمين. ولا تولي أمورنا شررنا. آمين. وارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. وانصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين. آمين. واخذ من خذل الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم وحد صفوفهم. آمين. واجمع كلمتهم. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غضب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.